السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أيها الطلاب الأعزاء مستوى السادس الابتدائي؟ أقترح عليكم اليوم حصة خاصة بالتقويم التشخيصي أو تحريح التقويم التشخيصي، ونحن في إطار التقويم التشخيصي لفائدة التلاميذ مستوى السادس الابتدائي. سوف نصحح النشاط الخاص بالأورتوغراف. مرحبا بجميع التلاميذ المستوى السادس الابتدائي، سوف أقدم لكم تصحيح ديال إيفالياسيون دياغنوستيك اورتوغراف. سوف أقدم لكم الآن التمارين. ركوبي أون كومبليتون أفيك إي أو إي. كما ستلاحظوا أيها التلاميذ الأعزاء، يجب إتمام هذه الكلمات ب إي أو كذلك إي. لاحظوا طريقة كتابة إي بهذا الشكل، وكتابته بهذا الشكل. لدينا شكلين من إي. Recopie en complétant avec E ou E. Donne deux noms féminins en E. Deux noms féminins en E. Et deux noms féminins en E. Et donc, من خلال هذه الكلمات لاحظنا أن هناك كلمات كلها مؤنثة. نقطة تشارك بين جميع الكلمات من المؤنثة. سوف نختار مثلا كلمتين فيهم اي وكلمتين فيهم اي على الشكل هذا. ركوبي ان اكسونتيون كوريكتومون لي مو سو. اذا في اطار ديال لي زاكسون كاين هناك ثلاث انواع. كاين هناك اكسون ايغو، اكسون غراف، اي اكسون سيركونفليكس. إذن أكسون إيغو تكون شيء ما حادة، أكسون غراف يبدو أنها تكون خفيفة أو مخففة شيئا ما مقارنة مع أكسون إيغو، وأكسون سيركونفليكس. ركوبي أون أكوردون لو فيرب أونتر بارونتيز أفيك لو سوجي. نستعمل فقط لو بريزون دو لانديكاتيف. ركوبي أون أكوردون لو فيرب أفيك أونتر parenthèse avec le sujet. Et بالنسبة لهذا التمرين يوحي إلى تمرين ديال الصرف والتحويل أو يسمى باللغة الفرنسية كونجيكيزون. إذا كاين هناك علاقة بين الأورتوغراف إلى كونجيكيزون. إذا في هذا المثال ركوبي أون أكوردون لو فيرب أونتر بارونتيز أفيك لو سوجي. إذا نصرف الفعل مع الفاعل أفيك لو بريزون دو لانديكاتيف. Recopie en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. Il y a le participe passé. Et la date est l'infinitif du verbe. On a le participe passé. Maintenant, recopie en complétant avec près, près, près. L'heure ou l'heure. Adoutissement ou les homonymes. Près ou près ou près. L'heure ou l'heure. Adoutissement ou les homonymes. الفراغات بهاد لي زومونيم اللي تيتشابهو في الناحية النطق ولكن مختلفين من ناحية الكتابة أو من ناحية المعنى. بخي 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 لوغ أو لوغ. ركوبي أون كومبليتون أفيك لو سون كا أورتوغرافي كوريكتومون. إذا تلاحظ بأن هاد الكلمات مفقودين لهم بعض الأصوات، مثلا صوت كا. إذا يجب علينا كتابة جيدة لهاد الصوت كا. Recopie écrit au pluriel les mots suivants. Le matin, le chacun, le journal, le festival, le bal, le haoulou, il a pleuré. Le fou, le hibou, le chou, le trou, le haoulou, il a pleuré. Écrit au pluriel les féminins des mots suivants. Un chanteur, un danseur, un sauteur, un coureur, un instituteur, un éditeur, le haoulou, il a féminin. On va écrire au pluriel le féminin des mots suivants. إذا نحول الأسماء إلى المؤنث ثم إلى الجمع. يكري أو بلوري لو فيمينان دي مو سويف. لو فيمينان دي مو سويف. يكري أو بلوري لو فيمينان دي مو سويف. فوالا. ألوغ بخوميييغ أكتيفيتي سي ركوبي أون كومبليتون أفيك إي أو إي. إلفو كومبليتي بيان سور لي مو إيسي أفيك إي أو إي. إي جو دون دو نون فيمينان أون إي. إي دو نون فيمينان أون إي. Et je recopie en accentuant correctement les mots suivants. Il y a accent grave, accent circonflexe et accent aigu. Accent aigu, accent circonflexe et accent grave.
Je recopie en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet, c'est le présent de l'indicatif. Et je recopie en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. Je recopie en complétant avec prêt, ça veut dire l'homonyme prêt, et aussi l'homonyme leur. Recopie en complétant avec le son K orthographié correctement. Et recopie écrit au pluriel les mots suivants. Écrit au pluriel le féminin des mots suivants. C'est tout pour le moment. Alors je vous donne quelques moments pour réfléchir. Et après, on va faire la correction.